وللمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفينا دكتور اشرف كمال استاذ الاقتصاد الزراعي. دكتور اهلا وسهلا بحضرتك وكل عام ومصر بخير. يعني اذا كنا نتحدث على التطور الزراعي وعشر سنوات كيف تغير وجه الزراعه في مصر، كيف انضمت مساحات كثيرة لتصبح خضراء سواء في الدلتا الجديدة، تطوير الريف المصري، عدد كبير من الإنجازات لا يمكن حصرها في يعني وقت وجيز، لكن بالتأكيد هناك العديد من المشروعات التي غيرت وجه الزراعة في مصر. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود ومشاهدي القناة الكرام، وكل عام أنتم بخير. أهلا وسهلا. هذا شيء لا تخطئه العين، إنجازات كبيرة تحققت، ويعني قد عرضتم في تقريركم انعدام الامن الغذائي على مستوى العالم وقد تزايد عدد الجوع في العالم، رغم ان اهداف الامم المتحده قدرت ان ينحصر هذا العدد الى النصف، ولكنه زاد اكثر مما قبل. هناك 800 مليون يعانون من نقص الغذاء على مستوى العالم، لكن الدوله المصريه كانت متوقيه لهذا الامر بشكل كبير من خلال جهود استباقية، من خلال مشروعات ضخمة. يعني أشكر على سبيل المثال المشروعات القومية الزراعية الكبرى، الدلتا الجديدة 2.2 فدان يقع في إطارها مشروع مستقبل مصر، 1.1 مليون فدان، تشكى الخير 500 ألف فدان، مشروع الشمال وسط سيناء 500 ألف فدان، شرق العوينات، كثير من المشروعات. ويعني يكفي أنه ظهر ذلك الأمر جليا من خلال افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح في شرق العوينات، 70 ألف فدان قمح أضيفت في مشروع الدلتا الجديدة، و 150 ألف فدان قمح أضيفت في مشروع تشكى الخير، و 5000 فدان قمح في النبارية وعين دلة ووادي الشيح في أسيوط وغيرها، مشروعات ضخمة في مختلف الأصعدة، فضلا عن عمليات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف قليلة المكس في التربة، قليلة الاستهلاك للموارد المائية، وعالية الإنتاجية من خلال جهود المراكز البحثية وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية. مشروع البتيلو تحت 7 مليار جنيه ائتمام ميسر بفائدة لا تتجاوز 5%، استفاد منه 41 ألف مستفيد و 461 ألف رأس من الماشية. مشروع كارت الفلاح الذي يتيح حصول المزارع على الأشمدة المدعمة وعلى التقاوي وعلى المبيدات، تطوير مياه أسلوب الري من التحويل إلى ري بالرش والتنقيط والري المحوري، كثير من المشروعات يعني على مختلف الأصعدة في هذا السياق. نعم، إذا كنا أيضا نتحدث يعني حضرتك ذكرت مثلا الإنتاج الحيواني وهو ينضم بالطبع لي الإنجازات الزراعية، هناك يعني بجانب الزراعة والمحاصيل الزراعية والري الحديث، هناك يعني مشروع البتيلو كما حضرتك ذكرت، مشروع إنتاجات الثروة السمكية وازديادها، هناك مجالات بالفعل أخرى تؤمن الناحية الخاصة بالأمن الغذائي وما إلى ذلك. هذا صحيح، يعني ما ذكرت حضرتك الثروة السمكية، وفي هذا السياق يعني كانت البحيرات الشمالية كانت كما مهملا خلال العقود الماضية، تم تطوير بحيرة المنزلة بعد أن كانت انكمشت يعني إلى ما يقل عن 100 ألف فدان، بعد أن كانت 700 ألف فدان، ويعني تم تطهير البواغيث وعادة الثروة السمكية من جديد في بحيرة المنزلة، فضلا عن بحيرات البرولس وإدكو ومريوط، مشروع بركة غليون في كفر الشيخ، ومشروع الفيروز في شرق القناة للإنتاج السمكي، مشروعات ضخمة بشكل كبير، تطوير إنتاج السلالات الحيوانية و600 مركز للتلقيح الصناعي على مستوى الجمهورية، فضلا عن المشروع الضخم مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تطوير حياة أكثر من 50% من سكان مصر على مختلف الأصعدة،
بمختلف مجالات التنمية البشرية من إسكان وصحة وتعليم ومراكز الشباب ومساجد وكنائس وغيره. نعم. طيب دكتور، أنا يعني أريد أن أذهب إلى نقطة أخرى يعني مرتبطة ارتباط وثيق، وهي جهود الدولة خلال 10 سنوات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وهذا جانب يعني هو هام جدا بجانب زيادة المساحات الخضراء، لكن الدولة كانت يعني تدفع مجهودا أكثر في مناطق صحراوية تحولها إلى مناطق خضراء وما إلى ذلك، لكن الحماية والحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة أو ما بقي منها، لأن حدثت منذ قبل 2013 عدد كبير من الاعتداءات على الأراضي الزراعية وما إلى ذلك، أهمية ذلك أيضا وهو يعتبر من الإنجازات في ظل 10 سنوات الماضية. هذا محور حيوي جدا، وما ذكرته حضرتك بغاية الأهمية. تم الاعتداء على أحصد الأراضي الزراعية في مصر وفدان الأرض في الأراضي القديمة لا يعوضه 10 فدادين في الأراضي الجديدة. كان هناك موقف حازم من الدولة في هذا السياق بشكل كبير، وتقريبا توقف التعدي الآن. يعني تاريخيا القطاع العقاري في مصر نما تاريخيا على حساب القطاع الزراعي بشكل كبير، لكن الآن يعني هناك قرارات حاسمة في هذا السياق، والأهم من القرارات والقوانين هو التفعيل القرارات والقوانين والحزم في هذا السياق للحفاظ كما أشرت حضرتك على ما تبقى من الثروة الزراعية. وأنا أعد يعني عملية الاعتداء على الأراضي الزراعية هي بمثابة انتحار مجتمعي، لكنها الآن شبه توقفت الحمد لله. نعم، آسف للإطالة، لكن وإن نحن نتحدث دايما عن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، أيضا هناك تحول رقمي في مجال الزراعة، الحيازة الإلكترونية، كارت الفلاح وما إلى ذلك، كيف يسهم مع طبعا الري الحديث كما ذكرت حضرتك ومراكز البحوث، وكيف تساعد في يعني التنمية المستقبلية بإذن الله، لكن كيف ساعد التحول الرقمي أيضا في التنمية الزراعية خلال 10 سنوات؟ التحول الرقمي في غاية الأهمية بشكل كبير، ولقد كانت مصر مسايرة لهذا التحول من خلال بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الدولة للاتصالات، وتم إصدار كارت الفلاح على مستوى الجمهورية. وكارت الفلاح يحقق فائدتين مرجوتين، أولهما للمزارع من حيث وصوله إلى مستلزمات الإنتاج وتتبع وصول مستلزمات الإنتاج له بعيدا عن السوق السوداء، والمحور الآخر هام للدولة وهو رسم السياسات الزراعية من خلال توافر بيانات دقيقة عن المزارع وحيازته، مما يساعد في تسويق الحاصلات الزراعية ومن خلال عملية الزراعة التعاقدية التي تتم بهذا السياق بشكل كبير. أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي على وجود حضرتك معنا.